اهلا بكل اللي بيتابعوني، معاكم دنيا احمد لايف كوتش ممارس العلاج بالفن، وهنستعرض النهارده نمط من الانماط وهو الاكثر شيوعا، تقريبا بيمثل 65%، وهو النمط البصري. طفلك اللي بيغلب عليه النمط البصري بيستقبل المعلومات وبيعبر عن نفسه عن طريق حاسة البصر، بيقيمهم بالمشاهد والالوان والاشكال والصور، فتلاقيه بيحكم على الأمور من خلال الصورة اللي عنده، سواء كانت حقيقية أو بيفتكرها من الماضي أو بيتخيلها، وبناء عليها بيصدر قراره. زي مثلا لو حطينا كأس أو كوباية على حرف الترابيزة أو الطاولة، هتلاقي الشخص أو الطفل اللي بيتميز بالنمط البصري بيدخلها بيزقها جوه، لأنه متخيل المشهد اللي بعد كده، إن الكوباية دي بتقع أو تتكسر أو يدلق اللي فيها. هتلاقيه بيتكلم بسرعة، تقريبا من 180 ل 220 كلمة في الدقيقة، ممكن توصل ل 280 كلمة، فبالتالي ممكن ما يقدرش يجمع الكلام، او ممكن يتهته، يعني مش لدرجة التهتها، بس لانه هو في كلام، في صور كتير هو عايز يطلعها يخرجها، فهيخرجها ازاي؟ عن طريق الكلام، فممكن ما يجمعش. طبعا صوته هيبقى عالي لانه مش قادر يميز او يتحكم في نبرة صوته مع الصور اللي في دماغه. هتلاقيه برضو بيتميز بانه نشيط، يعني بيتحرك بسرعة، ومش حرك مش فرط حركة، هو نشيط بيتحرك بسرعة، بيتنفس من أعلى الصدر، التواصل البصري عنده جيد، الاي كونتاكت كمان. لما بتيجي انت تسأليه مثلا عن حاجة حصلت في الماضي، يعني فاكر مثلا المحل اللي رحناه، فتلاقيه بيبص بعينه فوق على ناحية اليسار لأنه بيفتكر. لو مثلا جيتي تسأليه عايز تطلع ايه، او انت مثلا لما تكبر تحب تكون ايه، فهتلاقيه ان هو بيرفع عينه لفوق ويبص ناحية اليمين، لأنه مركز البصر ورا في الدماغ من ورا، فهو بيحاول يرفع عينه فوق كحركة لا إرادية منه عشان يوصل للصورة اللي انت بتسأليه عنها، سواء كانت عايزاه يفتكرها يعني او عايزاه يتخيلها. وهو طبعا هيتخيل نفسه بقى انه في المهنة الفلانية بيعمل كذا، هي الصور بقى هي هتبتدي ايه يستدعيها في دماغه. من مميزاته استخدام الرسم والكتابة للتعبير، عشان كده ما ينفعش ان انت تلحقيه بالاسئلة لانه مش هيقدر يرد عليكي، فالاحسن ان انت تشجعيه انه يرسم الحاجة اللي هو يعني عايز يعبر عنها، او اذا كان الطفل الكتابة عنده كويسة يقدر يكتب الحاجة اللي هو عايز يعبر عنها. حفظ الارقام والصور، بيقدر يخطط، قادر على التخطيط، يعني يقدر يحط مثلا خطة او بلان للحاجة اللي هو عايز يعملها. ليه؟ لانه هو عنده الصور متتابعة، هو عارف انه هيعمل كذا وبعدين يتخيل انه هو عمل كذا وبناء عليها يحصل كذا، فهو قادر على التخطيط، قوي الملاحظة. احيانا هو عنده احلام كتير، يعني بيحلم كتير وقصص خيالية، فهو مش كذاب، لكن هو بيقدر يتخيل اكتر من الناس التانيين، فتلاقيه بيقول قصص او حاجات، فطبعا لازم تشجعيه على وتوجهيه على الحاجة الصح، انه يستخدم القصص دي في طريق صح، ما تبقاش بعد كده ما تطورش دي الكذب. عندي انا بالنسبة لي لما بشوف طفل بيستخدم الوان كتير، بيحب الرسم او التلوين او النحت، ده طبعا بيكون طفل، بعرف ان هو بميز ان هو طفل يغلب عليه النمط البصري. ف ايه عيوبه؟ صعوبة التعامل مع المعلومات الغير مصورة، زي ما احنا قلنا هو ما يقدرش يستقبل المعلومات غير لو كانت عن طريق صور واشكال والوان، غير كده هو هيبقى صعب عليه ان هو يفهم اللي انت عايزاه او المطلوب منه. يعني مثلا انا لما بجي اطلب من طفل النمط البصري ارسم لي بيت واسكت، فيبتدي عاوز يتخيل صورة البيت دي،
فيبتدي يسألني هو بيت صغير ولا كبير، يعني هاي انت عايزة عمارة ولا عايزة بيت يعني شقة، يعني هو بيحاول يكون الصورة. فأنا برد عليه بقول له أنا عايزة بيت زي ما انت متخيله، فأنا لازم أجريه في برضو النمط بتاعه واستخدم له الكلمات اللي هو يقدر يستوعبها ويفهمها، فهو يبتدي يتخيل صورة البيت، وغالبا البيت بيطلع ليه سقف من فوق أو مدخنة من فوق، ودي علامة على الخيال الواسع. قلة الأحاسيس، هو مش ما عندوش مشاعر، ولكن هو مش بيقدر يعبر عن مشاعره بالكلام، يعني مش هيجي كده ويقعد يقولك يا ماما أنا بحبك وأنتي مش عارف إيه وأحلى أم ومش عارف، لا، لكن ممكن مثلا يروح رسم رسمة أو جواب أو كارت ظريف كده ويعمل لك فيه أشكال ويحط لك فيه ستيكر ويجي إيه يقدمه لك. التسرع في الرد والقرارات للأسف، لأنه بيبقى طبعا هو طفل وهو يعني برضو الخبرة بتاعته مش كبيرة، فهو على حسب الصورة اللي هي واصلة له زي ما قلنا فهو بياخد القرارات بتاعته، فغالبا بيكون القرار بتاعه سريع. حب السيطرة، لأن هو حاسس إن مفيش حد فاهم زيه وهو شايف كل حاجة، فأنت إزاي تيجي تعدل عليا. غير تنفيذي، زي ما قلنا ان هو ممكن يتشتت مش من الدوشة ولكن من الحركات الكتير قدامه، لما بيتعرض قدامه صور كتير ممكن ما يقدرش يركز في الحاجة اللي هو بيعملها، بالرغم من انه زي ما احنا قلنا قادر على التخطيط كويس جدا، لكن ممكن ما يقدرش ينجز العمل بتاعه لحد الاخر بسبب التشتت. بيحب ايه بقى؟ بيحب الشكل الحلو، يعني يحب يبقى شكله حلو ويحب الناس اللي شكلهم حلو، فلازم تساعديه دايما ان هو تعلميه ازاي يختار هدومه، تناسق الالوان والكلام ده، لانه المظهر عنده يعني زي ما احنا بنقول كده بتاع مظاهر، المظهر عنده مهم لنفسه وللناس اللي بيتعامل معاهم. طبعا التشجيع، لان لازم صورته تبقى حلوة قدام الناس، فلازم دايما يحس ان هو في حد بيشجعه لما بيعمل مثلا السلوك الحاجة الحلوة دي. وطبعا زي ما احنا بنقول دايما في فرق بين التشجيع والمدح. هيحب طبعا القصص المصورة هتشده، وياريت لو امكانياتك تسمح ان انت مثلا تديله الموبايل يصور بيه، هتبقى حاجة يعني هواية مفيدة بالنسبة له. زي ما قلنا انه ما بيقدرش يعبر عن الكلام ومش هيفهم، يعني مش هيوصل له كلامك، لان زي ما احنا قلنا انه هو بيستقبل عن طريق عينه مش عن طريق ودنه مثلا زي النمط السمعي، فالهدايا هتكون لغة حب مناسبة للطفل اللي بيغلب عليه النمط البصري، ومش اي هدايا، لازم تكون هدية كبيرة مش شرط غالية لكن كبيرة في حجمها، مثلا ملفوفة بورق بيلمع او جليتر سباركلينج كده، يعني حاجة من الحاجات الفظيعة الخزعبلية دي، طبعا ممكن باللون اللي بيحبه وهكذا، يعني ان هي تكون منظرها جاذب يعني. او طيب بيكره ايه بقى؟ زي ما احنا قلنا ان طبعا مظهره ومنظره مهم قدام الناس، فالاهانة امام الغرباء اكتر حاجة بيكرهها الطفل البصري. والاهانة هنا مش شرط تكون بالكلام او بالشتائم، لكن انت كفاية بس ان انت تبرقي له، يعني لو بصيتي له بصة وحشة او عوجتي وشك او كده قدام الناس، يعني انت كده ضايقتيه جدا. طبعا الاوامر، هو كشخص قيادي، اي شخص قيادي ما بيحبش ان هو يتلقى الاوامر المباشرة. البطء بقى، لان احنا قلنا ان هو نشيط، فلو حد كده قاعد لسه يفكر ولا هو مثلا بيكلمك وانت سرحانة او ما مش بصاله وما ردتيش عليه، فده هيعصبه جدا، فلازم ان انت وانت بتتعاملي مع الطفل البصري دايما تكوني نفس النشاط والحيوية بتاعه. لو هو بيتكلم ما يكونش صوتك واطي، لان هو صوته شوية عالي، فما يكونش صوتك واطي قوي، وما يكونش يعني عالي بتزعقي قوي، يعني يكون ايه النشاط بتاعك على حسب على قد النشاط بتاعه. وطبعا تبصي له وهو بيتكلم، ما تبقيش مشغولة عنه مثلا بالموبايل او حاجة في ايدك، لو هو بيتكلم وبيحكي لازم تبصي له، لازم، على ان احنا قلنا التواصل البصري عنده مهم. استراتيجية التعلم، الطفل البصري بيحب الرسوم البيانية والخرائط والحاجات دايما، ممكن المجسمات اللي يشوفها فيديو او فيلم او برزنتيشن،
يكون الحاجة ألبوم صور، ممكن نشغل اليوتيوب مثلا لو عايزة تعلي تفهمي تجربة معينة ممكن يشوفها على اليوتيوب ويستوعبها. يستخدم الألوان والأشكال، يعني وانتوا بتذاكروا تحددوا مثلا الجزء ده باللون الفلاني، او ممكن تلاقي بيحب، يعني بنتي بتحب تكتب كل سطر بلون. سيبيه يستخدم الالوان والاشكال، لان ده اللي هيركز في دماغه. المعلومه مش هتركز في دماغه مهما انت كررتيها، اللي هيركز في دماغه اللي بيوصل له عن طريق عينيه. تطوير او استخدام الخيال الموجه، يعني ان انت دايما تخليه تساليه اسئله ان هو يتخيل، يعني زي ما انا قلت كده، يا انا اما عايزه اطلب منه بيت فانت تقولي له تخيل البيت ده، طيب تخيل البيت ده ممكن يكون فيه مثلا نوافذ شبابيك ولا ما فيهوش، طب لو الشبابيك دي طب ممكن يبقى فيها ايه، لونها ايه، كراسي، يعني حاولي تخليه هو يشغل بقى الصور اللي في دماغه دي اللي هو اصلا كان مكتسبها من الاول، يبتدي يشغلها ويطورها تاني. التظاهر او التمثيل، يعني ممكن مثلا ان هو يعمل، او مثلا بيذاكر تاريخ مثلا، فممكن هو انت تمثله الحاجة دي، تمثله المشهد ده انت وهو او هو واخواته وهكذا. طيب الطفل اللي بيغلب عليه النمط البصري بقى لو تعرض للإهانة هيحصل ايه؟ طبعا هيتعمد عدم إطاعة الأوامر، لأنه هو شخصية قيادية ومظهره قدام الناس مهم، فانت ازاي بقى انت بتهنيه وبتصغريه كده قدام الناس، فهو هيحاول يحسن صورته، فبالتالي مش هيسمع كلامك نهائي لأنه هو ليه شخصيته المستقلة. كمان الإساءة بالألفاظ، لأنه هو مش هيقدر ساعتها خلاص، يعني هو مش بيقدر يتحكم بقى في الكلام، وهيبتدي يقول كلام ممكن يكون جارح، زي مثلا أنا بحبكيش، أنا بكرهك، أنت ليه دايما كده، أنت وحشة، أنت مش عارف، أنت بتخنقيني، أو يعني whatever الكلام اللي هو ممكن يقوله ساعتها، ممكن يزعلك ساعتها، لكن في الحقيقة هو ما بيكونش قصده خالص خالص، هو مجرد رد فعل للإهانة اللي انت سببتيها له او الحرج اللي انت سببته له مش اكتر. الأنشطة والألعاب المفيدة او اللي بيحبها الطفل البصري واللي هتنمي عنده الإدراك البصري، هي زي مثلا انه اطفال او اصحابه في المدرسة او اخواته في البيت يقفوا مثلا قدامه ويكونوا لابسين حاجات مثلا معينة زي كاب او نظارة او شال، ويقف قدامهم يعرف هما لابسين ايه، وبعد كده يغمض عينه او يضير وشه او يروح اوضة تانية، وبعدين يرجع يشوف ايه التغيير اللي حصل فيهم، كان في نظارة ما بقاش فيه، كان في شال واتقلع وهكذا. كمان ممكن نشاط تاني ان نحط ادوات وحاجات على الطاولة او المكتب او الترابيزة وعناصر، والطفل يحفظ كم عنصر موجود وايه هم العناصر، وبعدين نبتدي نحذف عنصر او اتنين من العناصر دي. وطبعا اللعبة دي ممكن تتطور مع تطور الطفل وتقدم عمره يعني، ونشيل بقى ساعتها اكتر من عنصر وهكذا. ايه الوظائف المناسبة للطفل اللي بيغلب عليه النمط البصري؟ طبعا رسام، مهندس ديكور، معماري، مصمم ازياء، ممكن مصور فوتوغرافر، مدير لانه قيادي، ممثل، معد اعلانات، او طبيب جراح. معلومة اخيرة عن الطفل صاحب النمط البصري، هو محتاج لمساحة واسعة وحرية، محتاج يكون المكان بتاعه شكله حلو وجذاب، سواء في غرفته او في الفصل. هو مش مشاغب، هو بيتحرك كتير وبيحب يتابع حركة المعلم، هتلاقيه بيحب يقعد في اول الفصل ودايما عشان يشوف المعلم ويشوف الحاجات اللي بتتعرض وبتتشرح. هو مش ما عندوش فرط حركة، هو نشيط، هو ما عندوش تشتت انتباه، لكن هو في صور كتير بتجري في خياله، عشان كده دايما تلاقيه بيحب المعارض، زيارة المعارض والمتاحف وللأسف التلفزيون. ده كان كلامنا عن النمط البصري، شكرا لمتابعتكم، دنيا أحمد.